السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم عندنا قصة جديدة وكنتمنى تعجبكم، وكنتمنى من اللي باقي مشتركش بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. نبدأ. خرجت من الشركة وفي إيديها الملف، شافت في السماء شمس حارقة والسهر والعرق هابط من جبهتها وتعابير وجهها دالة على أنها معصبة. هزت داك الملف وضربت به الأرض وبدات كتغوت كي الحمقى، والناس غادين جايين كيشوفوا فيها كتقول اوف قراي قراي يا عائشة قراي، وفي الاخر ما تلقاي حتى فين تخدمي. النهار كامل ندور في الشركات، سيري حتى نعيطوا ليك، تعيط لكم الموت ان شاء الله. تحنات تاني وخدات داك سيفي وبدات كتضرب برجليها وكتتمتم غا بوحدها وكتشتم في عباد الله. هي كتدخل فيهم ومن الفوق كتعايرهم وفهمت سطة. تعصبات وبقات غير طالقة رجليها، ما عارفاش فين تمشي واش من شركة تمشي لها. طنجة كاملة دارتها، ما خلات حتى شركة ما مشاتش لها. مشات جنب البحر وبدات كتشوف في المواج، عيات بالتقلع كتر من شهرين وهي كتقلب. حطات داك السيفي المنحوس وجلسات عليه، داز واحد مول الزريعة وخدات من عنده الزريعة وكاوكاو وحاضية المواج لتعوج. شوية سمعت صوت تليفون كيصوني، شافت في التليفون وتنهدات ودوزات الأفير. قالت ألو ماما، وهي تقول لي همها أندرا بنتي لقيتي شي خديمة؟ عائشة بلا هواها ضحكات وقالت لقى شي خديمة؟ مالي كنقلب على كيلوط ولا سروال. الله يهديك أمي، راني ناشرة رجلية جنب البحر ما لقيت والو. نحس أمي نحس، انا جايه للدار كاين شي غدا؟ قالت ليها فنيده الله على كبيتي الله، من الصبح الصباح وانت تقلبي وما لقيتي والو. اجي يا بنيتي، درت الكرعين بالحمص، اجي تغداي وترتاحي. وهي تقول عائشه انا جايه. قطعات وردت التليفون جيبها وقالت يا همي اش من راحه، وانا مازال ما لقيت خدمه، كاع صحاباتي خدموا وانا مازال كنطلب فلوس الطاكسي من بابا، ما عندي زهر. تفو على نحس. ناضت وشيرات للطاكسي ورجعت لدارهم كيف ما كل نهار كتحس بالذنب، وهي بنت 24 سنة وما زالت تطلب من امها وباها الفلوس وعمرها كامل كتقرا. ها الباك، ها علوم فيزيائية، وها الدبلوم، وها ليسونس، والويل لك حل وما مطفراش. وصلت لدربهم وهبطت وشافت البرقاقة والشمورين والبيطاليين ديال الدرب كلهم كتعرفهم. ديما كانت كتسول راسها مالهم على الحضية والشفرة والقريساج، مالهم ما يخدموا ويحقوا ذاتهم؟ قول فينا هي الخدمة؟ ها هي دابا هي نيت كتقلب على خدمة وما لقاتهاش حتى لدو. طلعت عائشة وهي معصبة وربي اللي عالم بيها، ها هي للمرة الألف غادة تدخل ليهم خيبة أمل وبلا نتيجة. حلت لها ماماها الباب وعنقاتها وهي تقول لها الله هلا بنيتي الله، مالكي هكا؟ دخلي دوشي واجي نتغداو. هزات راسها بوخا، حلت بيتها وشافت في الحيط وتسافر غير البلايص الوعرة. ها هي قرات وما طفراتهاش، ريحة الخدمة ما كاينة. حطت داك السيفي وبدات كتشوف فيه وتعاود تقراه، ياك ما فيه شي ديفو داكشي علاش ما كيقبلوهاش. بدات كتقراه بصوت عالي وقالت عائشة بالكبير 24 سنة، الحالة عازبة، حاصلة على شهادة بكالوريا علوم فيزيائية وشهادة في التسيير شؤون تجارية واللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. نهدت ولاحت داك الملف وقالت الخطأ فيا ماشي في السيف. دخلت الحمام ونصلت حوايجها وشافت فراسها في المرايه، طايتها زوينه، شعرها كحل واصل حد كتافها، وصدرها فايض وشفايفها مورده، وعويناتها سود وحوايجها مقادين. ابتسمت وهي كتمعن فراسها. دخلت غسلت حالتها وتصحصحات، حيدات عليها العيا وخرجت لبسات بيجامتها ونشفت شعرها بالسشوار ودارت تليفونها في الشارج في حالة شي شركة عيطات عليها. المهم كاين الأمل. خرجت ولقات باباها يلاه دخل من الخدمة، مسكين عيان
سلمات عليه وباست ليه راسو وجلسو كيف كل نهار. سولها واش لقات خدمة وكيف ما العادة، والجواب الدائم قالوا لي يا سيري حتى نعيطوا ليك بابا. شاف فيها وشد ليها في ايدها وقال غير تهنا يا بنتي، ربي غادي سهل عليك. شافت فيه وضحكات في وجهه. حياته كاملة تعذب كي يبيع الخضرة والديسير في الحانوت، ويضل يسافر العروبيات يجيب الخضرة والغيس وتمارة في البرد والشتاء والحر والصاد. المهم ما عمرو خصصها من شي حاجة، هي أمها، وما زال صابر وخدام كيدمر. كتفكر كاع صحاباتها خدامات، واللي ما خدامات زوجات بعد راجلها كيصرف عليها. أما لالا عائشة محيدة الفكرة من راسها ديال الزواج، باغا تشوف حياتها بفلوسها ومن بعد تشوف داكشي. تغداو وناضت نعسات، جمعت امها الكوزينة ومشات كتفرج في مسلسلاتها الهندية. سي احمد مسكين توضى وصلى صلاته ورجعت تكا عيا بزاف، خصوصا نهار كامل وهو كيدمر ويهز صنادق الخضرة والديسير. ضرباتها الفيقة سمعات صوت تليفون، نقزات وفرحات، يحسب ليها شي شركة صونات ليها. شوية رجعت غوبشات فشافت الاتصال من خالتها حليمة اللي تضل تدوي على بنتها. بنتها خدامة، بنتها شرات مرسيدس، وبنتها سافرات لباريس. بنتها لا بلا 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 ما كتقادعش. وعيطت لامها قالت ماما اجي خالتي كتصوني. مدت ليها التليفون ومشات. امها شاده الحديد والنميمه في العائله مع غدها اللي ضلت عايق وتبان ببنتها. اما عويشة الزغبيه راها شاده القنت فوق السرير وناعسه مكمشه. كملت امها الاتصال مع خالتها وجايه كتفرنس. عائشة دوات بلا ما تشوف فيها، أبقات بنفس الوضعية وقالت شنو بغات تاني؟ بغات تقول ليك بنتها مشات لأوروبا تدوز الكونجي. الأم د عائشة حطات التليفون ومشات كتجري عندها وقالت يا سعدية فرحي بعويشتي، عرفتي شنو قالت لي يا خالتك؟ عائشة شافت فيها بدون اهتمام وهي تقول شنو؟ عنقاتها امها وقالت بنت خالتك وخالتك غيجيو عندنا، وقالت لي بنتها غتشوف ليك شي خدمة. عائشة شافت فيها وخنزرات وهي تقول شنو؟ دابا ديك المعوجة غتبدا تهز عليا وكل دقيقة تقول لي أنا اللي دبرت لك على خدمة، هي وهاديك خالتي. قطعتها ماماها وقالت سكتي وشكري الله على النعمة، غدا تدير فيك خير تخدمك وانتي عاجبك الحال تبقي هكا. تضلي النهار كامل تدوري في الشموشات والصهودات. أدوي عائشة دلات قنوفتها وبدات كتشوف في الأرض. أما ماماها عاد ما زادت شعلات وقالت وعاجبك باك اللي يضل يهز في الصنادق وصحته نهار على نهار كتقلال، ويضل الليل وخوه يكح ورافض فكرة الطبيب حيت خايف من المصاريف ديالو. عائشة ما كرهاتش تشق الأرض وتبلعها، الحقيقة مرة وصحيب تقبلها شي واحد. شافت حتى عيات وهزات راسها بواخا وقالت وقتاش غيجي؟ ضحكات الأم وهي تقول قالت لي غير تكمل بنتها شي شغالات ويدوزوا لعندنا. دازت 3 أيام، الصالون كان غادي تفرقع بصوت ضحكاتهم وقهقهاتهم. الأم د عائشة وختها ضحكهم واصل لراس الدرب. قالت فريدة سبحان الله بنيتي فين سارحة حبيبتي؟ خالته لبس عليك. مريم ابتسمت وهي كتدور عينيها على الصالون وقالت لبس طاتي. غلقتيني كنشوف هاد الفراش قديم بزاف ودي موضة، الصراحة اللون ماشي كلاس. فنيدة بلعت ريقها وهي كتشوف عائشة شوية وتنقز عليها تفرزها، وبدات كتلطف في الجو وقالت اياها بنيتي حتى انا لقيتيني فكرت فيها. عائشة هزات حاجبها وقالت كبي يا خالتي أتاي. الأم ديال مريم ابتسمت وهزات داك البراد غير بزز. عائشة صابرة لهاد المهزلة ديال خالتها وبنتها، كتحاول تدير بوجه ماماها وصافي. داز الوقت ودارو القدي وبداو في الدردشة وهي تقول مريم إيوا راه المدير ديالي قال لي شوفي لينا شي سكرتيرة، والصراحة طحتي ليا في بالي حيت عارفك بلا خدمة وعييتي ما تقلبي ما لقيتي والو. كتقول فيها بطريقة مستفزة
وعائشة غير صابرة. نهدت عائشة في الجهد وابتسمت ديك الابتسامة الصفرة وقالت بالصحة بنت خالتي، إيوا كملي. وهي تقول مريم إيوا حبيبة، المهم انتي إن شاء الله غدا تكوني السكرتيرة ديال مسيو زين، وهو معروف عليه جدي في خدمته وحبيبة، إذن تعلمي أول حاجة هي ممنوع الخطأ في خدمتنا، أوكي؟ عائشة ابتسمت وقالت كوني هانية. مريم ناضت وناضت معها أمها وقالت المهم غدا غدا ندوز عليك في الصباح بكري، ألقاك واجدة، أنا غدا ندوي مع نائب المدير باش يحدد لينا رونديفو مع مسيو زين. يلا باي. يلا بغت تخرج، وقفات ودارت وشافت في عائشة اللي مازال جالسة وعلامة السعادة على وجهها باينة فيها الفرحة. قالت ليها ولبسي مزيان. قالتها باستهزاء وخرجت تابعها امها. عائشة دغيا جمعت ديك الضحكة اللي تحولات لعلامات الغضب، شافت فيها فنيدة وبدات كتبرد فيها وصافي يا بنتي ما نوات فيها والو، راه المهم ها هي الخدمة جات وغدا تحقي داكشي اللي بغيتي. عائشة تنهدات كلامها صحيح وقالت ماما غنوض نعس عيانة شوية. وهي تقول فنيدة الله يسهل عليك بنتي ويرضى عليك. ناضت عائشة وراسها كيفكر بلا توقف كي غدا تكون هاد الخدمة وهاد المدير. تخيلات ولابس فيستا وكرشو مدلية وحواج بودي معقدهم وفيه ريحة القارة. ضحكات على تفكيرها ودارت تليفونها يتشارجا وحطات الحوايج اللي غدا تلبسهم الغد ليه ووجدات وراقها وهي متفائلة. الصباح فاقت ناضت عينيها مازال مسدودين ولكن حاست الشم خدامة. حلات عينيها كتشوف بلاطو قبالتها فيه كاس القهوة وطرد الكيك بالشوكولات. وهي تقول ماما مازال ما كملتها. وهي تجي فنيدة كتجري قالت مالكي. عائشة وعينيها باينة عليهم الفرحة قالت شكرا بزاف. فنيدة غوشات وقالت شوف نكارت الخير مالي أول مرة كنوجدو ليك. عائشة ابتسمت وقالت أول مرة تجيبيه ليا لبيتي. ضحكت فنيدة ومشات تكمل شغالها. وعائشة لبست حوايجها وهزات وراقها وساكها وباست ماماها وهي كتسمع صوت الكلاكسون ديال الطوموبيل. خرجات كتجري ما فيها اللي يسمع الهضرة ديال مريم. خرجات ولقاتها في الطوموبيل ديالها. الصراحة ما تنكرش الطوموبيل آخر ما كاين بورش في البيض وهذا الشي بزاف على موظفة. ابتسمت عائشة ومشات عندها حلات الباب وطلعت وقالت صباح النور. شافت فيها مريم والغيرة باينة على وجهها ولكن ما بينهاش وقالت بونجور. تعلمي الدويب الفرنسية، العربية ما كتوكلش الخبز الزين. عائشة شافت فيها ودوات بشوية قالت صلقوطة كي دايرة. شافت فيها مريم وهي تقول شنو قلتي. وهي تقول عائشة والو قلت ليك واخا. مريم قالت اوكي ديري الصبة. هزات عائشة راسها بوخا ودارتها وكسيرات مريم. وصلوا ونزلت عائشة وهي مصدومة من هاد البناية اللي قدامها. ايش هاد الشي يا سيدي ربي، هاد الشي كتشوفو غير في الافلام التركية. هبطات ومريم سابقها كتسلم على اي واحد جا في طريقها وكل شي عينيهم على عائشة اللي فين تبان مريم حداها. شوية وقفات مريم وهي كتسلم على نائب المدير اللي بدوره كيسلم على مريم وعينيه غادين يفتارسوا عائشة. قالت مريم صباح النور. قال مريم صباح النور، شكون هاد الأنسة اللي معاك؟ مريم ابتسمت وقالت هادي بنت خالتي اللي دويت ليك عليها من قبل على قبل ديك الخدمة، راك عارفة أنس. أنس ابتسم وهو مد يدو ليها. قال سلام أنا أنس نائب المدير. عائشة ابتسمت وسلمت عليه وقالت عائشة انشونتي. ابتسم وهو كيخوي ليها الطريق وقال المدير كيتسناك، غدا طلعي في لاسانسور والطابق الأخير هذاك هو الجناح ديالو. عائشة هزات راسها بواخا ودازت طالعة وأنا استابعها بعينيه. قال مريم
علاش ما قلتيش باللي بنت خالتك زوينه بزاف؟ مريم تقرصات ومرضاتش، قالت وباش حصل مني؟ وضحكات. وهو يقول انس نخليك عندي شي خدمه. قالت مريم بلاتي بعدا. وهو يقول لها انس شنو؟ قالت مريم زين سول عليا. انس استغرب وقال علاش غادي يسول عليك بالسلامه؟ تقرصات مريم وقالت لا والو، غير قلت صافي. داز انس وهو كيضحك، عارف اللي كاين، زين صاحبه وما كيخبي عليه والو، وعارف مريم طايحه في زين، وعارف زين عمرو بغاها وعمرو غادي يبغيها، بالاضافه هو كيستعمل النساء كوسيله للتسليه وصافي. وعند عائشه تحل الاسانسور وهي كتشوف واحد الجناح قدو قد حومتهم كامله ومزوق باجود انواع الزهور والكريستال والارضيه من الرخام والديكورات، بان لها مكتب صغير جنب واحد الباب ومكتوب عليه سكرتيره. فهمات هذاك المكتب ديالها وشافت باب جنبه باين مكتب المدير. تمشات بخطوات ثابتين ووصلت جنب الباب وتنهدات ودقات ثلاثه الدقات. سمعت تفضل وهي تحل الباب، شافت وعاطيها بالظهر ورجليه معلقهم في النافذه والدخان طالع مع الهواء. بلعت ريقها وتنهدات، سدات الباب وتمشات جهته. اخدا سيجار وطفاه في المطفأة وقال جلسات بلا مقدمات وقلبها كيضرب، كتحس بقلبها غادي يوقف بحالها كتسنى نتائج الباك يخرج. قال عندك خبرة في هذا المجال؟ قالت لا. ابتسم وخرج لسان دوزو على شفايفه وهاد شي مازال عاطيها بالظهر وقال غدا تلقاي شي ملفات على الجنب، خوديهم خدمي عليهم وملي تسالي جيبيهم ليا. عائشه استغربت، ما حساب ليهاش المقابلات العمل غدا تكون هكا وبهاد البساطه. نهدات وهي تخرج ديك الطاقه السلبيه اللي كانت فيها، هزات دوك الملفات ولفت انتباهها واحد الصوره ديال امراه وهذا ولد صغير وراجل معاهم. الغريب وجه الراجل مشوه في الصوره، شي حد خسر وجهه بشي آلة حاد. واللي قطع سهوتها صوته تاني قال واش غادي نباتوا هنا؟ فهمات راسها وشدات دوك الملفات وخرجات. سمع صوت الباب تسد ودار بالكرسي ديالو، سمع صوت تليفونه كيصوني بلا ما يشوف السميه طفاه وتنهد. ناض هو كيفكر في هادشي اللي عايش فيه، ها هو ولا احد اصغر واشهر رجال الاعمال، ولكن مازال ما غادي يتهنى ولا يرتاح ليه البال حتى يعرف شكون مورا هاد الفعلة. نهد مره ثانيه وناض شاف داك السيفي اللي خلات عائشه فوق البيرو، هزو وشاف فيه مطوله وميل شفايفه باستهزاء ولاحو على البيرو ورجع ايديه لجيبه. جبد سيجاره وشعلها وعند عائشه جالسه في داك البيرو اللي شافته في الاول، حطات دوك الملفات ما عرفات منين تبدا. خدات ستيلو وآلة حاسبة جنبها وبدات كتجمع وتخرج نسا مئوية ديال مدخول السنوي للسنوات اللي دازو. وفي بلاصة أخرى كانت ناعسة على كرشها وظهرها عريان، أما هو كان جنبها وفي إيدو تليفون. شاف الرقم وهو يتبدل اللون في وجهه وفي البلاصة دوز الخط. قال وي زين، غير سمعت سمية زين وهي تجمع وكلها كترعد، دور وجهه شاف فيها وخنزر. قال نوضي نوصلك، خوك باغيني، ما خاصنيش نتعطل. هزات راسها بوخا والتحنات كتقلب على سترينغ ديالها، شاف فيها وشداته الضحكه، دور وجهه وهو عاطيها بظهره كيلبس في سروالو. وقال بلا ما تقلبي عليه، شافت فيه وتأفأفات وقالت ما فهمتش علاش عزيز عليك تقطع لي سترينغ، علاش؟ ابتسم مرة أخرى وقال صعيب تفهمي داك الإحساس. ابتسمات، ما تنكرش هاد الغموض والرجولة اللي كتفوح مني، هي اللي مخليها صابرة لهمجيته والتصرفات المراد وطريقته في الحياة. شافت فيه وفي عينيه الزرقين ولحيته الشهبة شوية وداك الوشم اللي على جهة قلبه اللي بالنسبة ليها لغز كبير عمره بغي يعودوا ليها. شنو قصة ديك المرأة اللي واشم تما؟ بعد المرات كتطيح ليها يمكن صورة أمه
ولكن مو باه ماتوا وهو صغير وما بقاش عاقل عليهم. نفضت راسها من دوك الأفكار وهي كتسمع صوته. قال واش غادي نباتوا هنا؟ هزات راسها بوخا وهو يقول عالية أنا نازل تبعيني وسدي الباب. هزات ساكها وهي كتجري تلحق عليه. قالت هانا حياتي. خرجت وسدات الباب وهي شادة لي في إيده بحال شي مرا مع راجلها. وخاهما ماشي مزوجين. طلعوا في طوموبيلته ومازال في راسها ديك ماشي مزوجين. حلمها تزوج به ويكون ديالها وتولد منه. ولكن هو ما باغيش. وهاد شي هي عارفه وصارحه من زمان. نهدات وهي تكي راسها على الزاج. دور راسه وشاف فيها كيفاش متكيه وعويناتها الكحل. ابتسم وهو كيرد البصر ديالو للطريق. كيتفكر شحال من عام وهو معها. كتر من ربع سنين. اول مره يطول مع شي بنت لهاد الدرجه. اول مره يبغي من قلبه. واول مره يحس بانثى معاه وفي جنبه. اول مره يولي انسان. شحال من مره في هاد الربع سنين كيبغي يتقدم ويتزوج بيها ولكن ما يقدرش وما يمكنش. والماضي ما كيموتش باش يطويه ويبدا معاها. وعند عائشه اللي كانت دازو ساعات وساعات بحال اعوام عليها. شعرها قنطها وجمعاته بستيلو على شكل كعكة مخربقة. سمعت شي تنحنيح وهي تهز راسها. قالت سي أناس. أناس ابتسم ليها وقال ياك ما الخدمة جاتك قاصحة وكي جاك سي زين. عائشة قالت الصراحة ظريف. أناس قال آه هو ظريف ولكن ما كيحملش الكذوب والغش. خدمي من نيتك وما غادي نقصك مع خير. عائشة هزت راسها بآه وأنس هبط عينيه لجهة فتحة صدرها. هزات عائشة راسها وهي تشوفه في مساهي. في البلاصة طلعت المين وقالت السي أنس بغيتي شي حاجة؟ أنس نحنح وابتسم ليها وقال لا والو بون كوراج. وهو دايز وداير إيدي في جيبه وبين عينيه غير فتحة صدرها. ما حس غير كيدخل فيه واحد. هز راسه وهو يشوفه وبدا كيترعد. ما ينساش آخر قتلة ديال العصا اللي كلاها على إيده. أنس قال السي أمير. أمير شاف فيه خنزر وداس. أنس بالعريق وقال هاد السيد شحال كيخوف بحال شي ديب. تفو على صباح. داس أمير وعقد حجبانه. داس جنب عائشة اللي هزات راسها وهي كتشوفه بالعرض البطيء لدرجة بقت غير حالة فمها. شاف فيها بنص عين وداس حل الباب ودخل. وهي تسرى معاها باللي كان خاصو يعلمها عاد هي تعلم زين واش يدخل ولا لا. ومالو جاي داخل هكا؟ مالو مول الشركة؟ ناضت بغات تمشي عنده ورجعت جلسات. قالت اجلسي يا عائشة سخني بلاستك وكملي خدمتك يمكن شي حد من صحابه وكان عالمه. غمضت عينيها وهي كتحكم. وفي داخل البيو دخلوا شافوا عاطيه بالظهر. اجلس وحط رجل فوق رجل وقال شنو كاين؟ وهو مازال عاطيه بالظهر قال له انت صاحبي ياك؟ امير استغرب من هذا السؤال وقال كيفاش واش انا صاحبك؟ زين دار وجلس وقال كنكره الكذوب وانت عارفني ومعاشرني من ايام الجامعه في فرنسا ياك؟ امير بحال تزير ولكن ما بينش. قال زين واش عندك شي مشكل؟ قال ليه زين كتعرف شي حاجة على ياسمين؟ أمير تقاد في الجلسة وقال ياسمين؟ وهو يقول زين انت عارف سبب موتها. أمير تزير ولكن حاول ما يبينش. قال ياسمين كانت كتعاطى المخدرات على حسن ما قلتي لي. يمكن انتحرت وماشي شي حد اللي قتلها. زين قال كانت حاملة بولد. كون ما ماتتش كان غيكون دابا عندي ولد في عمره 4 سنين. تخيل. أمير ناد وقال عندي ما يدان. زين هز راسو بواخا وأمير خرج وخلاه مورا وقال وهاديك راها أختي وأنا اللي غادي نعاقب اللي قتلها وخي كلفني الثمن حياتي. نهد بالجهد وهو كيتفكر ديك الليلة المشؤومة
وهو طالع للشقة ديالها وفرحان، غادي يشوف ختو من بعد سفر دام لعدة سنوات، باش في الأخير يلقاها جثة هامدة ومعلقة في المروحية ديال بيتها، باش يتصدم أنها كانت كتعاطى المخدرات وباللي كانت حاملة من صاحبه. موتها ماشي عادي، وهو عارف باللي طال الزمان ولا قصار القاتل الحقيقي غادي يبان، وخا داز الوقت مازال كيحمل زين المسؤولية حيت ما حافظش عليها، وهو عارفه على علاقة بها وباللي كانوا بجوجهم كيبغيو بعضياتهم. وعند عائشة أخيرا سالات دوك الملفات وهزات راسها، بانت لها الساعة 10 ديال الليل، شهقات على حر جهدها، أويلي من الصباح تل دابا، ويالله كملاتهم وبقات بلا غدا. هزات دوك الملفات ومشات يالله بغت تحل الباب وهي تراجع. نفسات مزيان وقادت شعرها وحالتها وهي تدق وسمعها تدخل، حلات الباب ويالله بغت تدخل، وبانت ليها الدنيا مضلمة، شوية ديال الضو اللي داخل من النافذة الكبيرة ديال الزاج، ومديرها جالس وجهه ما باينش. تقدمت بشوية وحطات دوك الملفات وهي تقول ساليتهم. زين بقى ساكت شحال وقال يالله كملتيهم؟ قالت عائشة اه، وهو يقول زين. عائشة ياك؟ هزات راسها بآه. ناض وقف، حسيت به جاي جهتها، قلبها كيضرب بالجهد وهو مازال كيقرب. عائشة قلبها كان غادي يوقف، وبقوة الخلعة كتشمشي ريحة غريبة، حتى قاطع داك السكون صوتو وقال كتشبهي ليها. وفي بلاصة أخرى في ظلام حالك والهدوء التام باستثناء صوت الشاشة الضخمة ديال السينما وهمسات الجمهور اللي كيتفرجوا في الفيلم، شوية كنشوفوا خط عريض على الشاشة وتكتبات النهاية، وكينوض كل شي كيصفق، حتى كيظهر البطل اللي في الفيلم في أرض الواقع. كان في أول الصف لحضور افتتاح الفيلم الجديد ديالو اللي بعنوان قيود الحب، وفي جنبه البطلة ديال الفيلم. خرجوا من قاعة السينما والصحافة والإعلام تابعينهم. الصحفي الأول قال مسيو أريان عافا، سؤال واحد عافا. أريان قال له وي، وهو يقول الصحف شنو تبغي تقول لينا على الإشاعات اللي خرجوا جداد؟ قالوا باللي عندك علاقة حب مع الأنسة جيهان، واش بالصح؟ أريان قال جيهان صديقتي والبطلة في الفيلم ديالي، وغير ذلك غير إشاعات. دازو خلاهم كيتهاتفوا وكيغوتوا كل واحد باغي يسولو. خرج من داك الزحام وطبعا البوديغارد من كل جهة حيث هو مستهدف بزاف، ادخل الطوموبيل وحط رجل على رجل وجبد سيجار حتى كيسمع صوت التليفون. شاف الرقم وكان ديال جيهان، قال الو وي جيهان. جيهان ممثلة مشهورة وفي نفس الوقت كتبغي أريان. قالت لي علاش كذبتي عليهم؟ كيفاش حنا غير أصدقاء؟ كيفاش؟ واش كتفلا؟ علاش ما علنتيش العلاقة ديالنا؟ علاش؟ ضحك أريان وقال واش انتي حمقة؟ ياك ما طيقتي راسك، شفتك مثلتي وطيقتي الدور. جيهان فرقي بين الأفلام والواقع. جيهان قالت ونهار كتجي تنعس معايا ووقت ما رشقات ليك كتجرني وراك وأنا بحال أغراضك المستعملة، ملياش قيمة. قال أريان جيهان راسي دارني، الديسك ديالك حفا، فهمي أنني ما كان بغيكش. أي حاجة درتها بدافع الإشاعات، والوقت بغات الإشاعات، وما تنسيش أنك كتستفدي حتى أنت. أو لا لا، قالت له جيهان لا ما بغيتش هاد الشي، بغيتك أنت، سمعتي بغيتك أنت. أريان قال جيهان وصلت للوطير من بعد حتى نرجع من المغرب ونهضر، يلا قطعي. قطع أريان ولح التليفون حتى شافه داخل وهو يقول له أمير مبروك عليك. أريان ابتسم وقال شكرا. زين ما غاديش يجي؟ أمير دوز إيده على شعره بهدوء وقال يمكن مازال في الشركة ولكن بالتأكيد غادي يجي. أريان دار ليه وخا براسه وعم الصمت أرجاء الغرفة حتى سمعوا هانا جيت. داروا كاملين باتجاه الصوت، كان آخر عنقود بالشلة ديالهم دانيال. ابتسم أريان وأمير في نفس الوقت وقالوا علاش جيتي؟
دانيال غوب شبه. إياك، هذه هي الصحبة تردي كان ناقصة. فينا هو داك ساحة الليل ديال زين؟ مازال ما كملش هضرته حتى حس بشي إيدة تحطات على كتفه، وهو يقول وشكون كيهضر ساحة النهار؟ دانيال قال أريان ماشي في عائلة الصاد، طلق مني. أريان قال له كون سمعك زين كون تشوف. دانيال قال آه بالصح، فين هو زين؟ وفي الشركة كان موراها لدرجة أنفاسه كتحس بيه. زين عاق على راسه وقال حطي الوراق وخرجي. هز الفيستا ديالو وخرج مخليها مورا. اهبط في السانسور وشاف ساعته وقال تعطلت على الدراري. اهبطوا بسرعة ركبوا كسيرة عنده. أما الداخل كانت جالسة وكلها كترعد. عمرها ضنات تحس بهذا الشي. جلدها كيرتعش وكتحس بقلبها غادي يوقف من قوة ما كيضرب. نهدات بالجهد وخدات نفس عميق. قالت صافي مالك يا عائشة، دايرة فيها فيلم تركي، نوضي تقعدي، راه أصلا تعطلت على دارنا. خدات ساكها وخرجات كتقلب على شي تاكسي. كانت في التغاس ديال شقتهم في أحد المباني في حي اقتصادي. شادت تليفونها وشعرها الأسود طايح على كتافها مربعة فوق الكرسي. نهدات ورجعت شعرها وروديها وشافت في السماء بعد ما طفات تليفونها. وقفات وهي كتطل من البالكون كتشوف الناس في هذا الليل غادين وجايين. نفسات بعمق فاش سمعات صوت ماماها في البيت. قالت نعم ماما ها أنا هنا. تهزات الخامية ودخلت مرا كانت زوينة. بنتي حبيبتي مالكي؟ نفس قالت ماما واش كتظني غيجي نهار ونحقق حلمي حتى أنا؟ وهي تقول لها نجات كل شي عند الله قريبة بنتي، أجي تعشاي. نفس قالت لا ماما راكي عارفاني دايرة ريجيم. نفس بنت في 19 عام من عمرها، شدات الباك ودفعت المعهد الإعلام والفن والتمثيل. من صغرها كتوقف قدام التلفازة وكتقلد الممثلين وكتخيط لها مها حوايج بحال اللي كيلبسوا. نفس من نوع الطموح وباغة تحقق هدفها مهما كان الثمن. هي بنت من الطبقة الشعبية المتوسطة إلا أنها كتلبس غير الماركات. ماماها نجات خياطة غير كتوريها نفس الموديل اللي بغات وكتمشي تقلب على الثوب وكتقاد لها نسخة عليه وكتمشي نفس تبان به قدام صحاباتها كتدعي أنها خداته بثمن غالي. هادي هي نفس. وعند زين فاق ودوش ولبس حوايجه. زين جل وقته في الصيف أو العطل كيمشي لجزر الكناري كيعشق السباحة. طلع من لابيسين وهز تليفونه ودور الأريان قال له فينك؟ أريان قال له مازال ناعس. وهو يقول زين صافي حساب لي فقتي. قال له أريان علاش كين ما نقضيه؟ وهو يقول زين بغيتي تلعب الباسكت؟ أريان سمحس الباسكت وهو ينقص. قال ها هو جاي. زين ابتسم وقال كنت سنعك. دوز أبل أخرى وقال ألو. قال له دانيال شنو مالك بيت كتحلم بيا؟ سير بعد مني. زين قال له أنا هنا في المسبح وشفت الدنيا عامرة بتيتيز وغير بدو بياس وقلت نعيط لك. دانيال سمع تيتيز ودو بياس وهو يلوح عليه ليزار وقال ها هو جاي. اقطعوا شده الضحكة. ولد عموك يعرفو مزيان. دوز آخر أبل وقال ألو. أمير قال لي وي شنو كاين؟ وهو يقول زين أجي عاوني أنا في مشكل كبير. قال لي أمير فينك؟ وهو يقول أمير غنصيفط ليك العنوان. قطعوا صيفط ليه العنوان ديال الكلب. ما دازتش أكثر من ربع ساعة وكل شي جا شافوه وجاو كيجري. دانيال قال فينا هو التيتي؟ وأريان قال الباسكيت الصعب. أمير قال شنو مشكلتك؟ زين جالس وحاط رجل فوق رجل وقال جلسوا نفطروا مجموعين وانتم كل واحد حالته حالة. وهو يقول دانيال ماشي حرام عليك، شوف جاي معايا نظاراتي الشمسية وبكسورات ألوان وأشكال وواقد الشمس وفي الأخير ما كاين لا تيتيز لهم يحزنون، ماشي في عائل هادي. وهو يقول زين كنعوض ليكم الليلة دالبارح وفطروها النيونة
اي حاجه قلتها لكم راها كاينه. كلهم تفرشخوا بالضحك. وعند عائشه جالسه كتفطر وهي تقول لها ماماها، شوف يا بنتي ومبروك عليك الخدمه، ولكن راه باك ما عجبوش الحال فاش تعطلتي البارح، وراكي عارفه راه يموت وما يسمعش كلمه خايبه عند الناس. عائشه تنهدات وقالت ماما ماشي لخاطري، واش كاين اللي كره غير يجلس ويوصلوه الفلوس حتى لدارو؟ حتى واحد ما كره، ولكن راه خاص تعذبي باش تاخديهم، والبارح كان نهار الاول وكان خاصني ندير خدمه كثيره، فهموني شويه. يلا بغات تدوي وهي تسمع صوت الطوموبيل ديال مريم. نهدات وقالت ها هي بنت اختك جات، غنمشي دابا، يلا بالسلامه ماما. باستها وخرجات والصايه مقزبه، دازت قدام شي دراري ولاد حومتها حتى كتسمع هاي هاي على الزين، قالت صباح الخير، وهي تقول لها مريم صباح الخير، شنو بغاو دوك الشماكريه؟ قالت عائشه ما تسوقيش ليهم، وهي تقول مريم الصراحة باز لكم عايشين في هاد الحي الشعبي بزاف، وهي تقول عائشة إيوا عندك شي حل آخر؟ قالت مريم يا كنتي خدامة وزيدون راه الشهر الأول ديالك أقل حاجة غتشدي 5000 درهم، أضعف الإيمان. وهي تقول عائشة ومن بعد؟ قالت مريم خرجي كري في شي بلاصة ولا ديري بحالي، خودي شقة بالتقسيط. عائشة قالت دابا نفكر، وهي تقول مريم يلا نتحركوا. وصلوا للشركة وهي تقول لها طلعي البوست ديالك. قالت عائشة أوكي بسلامة، توادعوا وكل وحدة مشات الجناح فين خدامة. طلعت عائشة وجلست كتشوف هادشي اللي قدامها وهي ما فاهمة والو، صدمات من هادشي اللي قدامها، حطات إيدها على شفايفها من هول الصدمة وكدوي غير في نفسها هادشي كامل غدا نخدمو أنا. كانوا عرام الملفات ومنهم ديال ليلة البارح. مشات جلسات وشافت ملحوظة على الجنب الملف فيه عاودي خدميهم مزيان، هزاتهم ووكلات أمرها لله وبدات كتخدمهم تاني. قالت صافي يا عائشة هذا غير اختبار كدوزي، وإن شاء الله غادي يكون نتيجته زوينة، اللي بغى العسل اصبر القريص النحل.